حالات وفاة بالإضافة إلى مئات الأطفال المصابين بمرض الحصبة في جميع مناطق محافظة أبين. هذا ما أوضحته التقارير الطبية التي أعدتها الفرق الخاصة بالإحصاء والمتابعة في مكتب الصحة. في أدوية بس حاجة بسيطة من وزارة الصحة، حاجة بسيطة يعني لا يكفي بعد المرضى الوافدين الآن، الحصبة وغير الحصبة، عدد المرضى حوالي بالنوبة الواحدة إذا 120 مريض صار. الجانب الصحي في المحافظة لا يبدو بخير، إذ يتضح كل يوم إنه أمام تحدي جديد، خصوصا وأن الإصابة بمرضي الدفتيريا والكوليرا لا يزالان يثيران الكثير من المخاوف بعد فشل الجهود الصحية في القضاء عليهما. كل المديريات محافظة أبين يجوا إلى طوارئ الشرطة هذه العام نقدم خدمات يعني. نعمل اللي نعمل عليه والبيتك بعد نحول إلى مسجد الجمهورية العام. ومع تفشي المرض الجديد الذي لم يكن خطيرا مقارنة بالأوبئة الأخرى، زادت حدة القلق لدى المواطنين مع حدوث حالات وفاة للمصابين بالحصبة. جينا المستشفى ما أعطونا لا أي علاج، كل العلاج شلينا من الصيدلية، ما عندهم بالعيادات حقهم ولا أي حاجة. وجود حملات التحصين المستمرة الهادفة إلى الحد من انتشار المرض لم تحقق أهدافها، فعجز المنظومة الصحية وافتقار المشافي لأبسط الخدمات لم يمكنها من تقديم الرعاية والاهتمام بالمرضى بشكل كامل، كما أن شح الأدوية وعدم الاهتمام بالمستودعات والصيدليات أسهم هو الآخر في ضعف هذه المنظومة وتراجع أدائها في مواجهة الأوبئة والأمراض التي تضرب المحافظة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.